راه هذا هو المشكل. انا دابا ما تنبغيش نهضر على الحياه الشخصيه ديالي، دي انا بالنسبه ليا ما تتهمش الناس. شكون انا اللي غادي يتبعوني الناس ويقول لك هادي هو ساكن هنا، هو تياكل، هو تيفيق بناته، هكذا. بالنسبه ليا الناس اللي مهم بالنسبه ليهم هو المنتوج الفني اللي تنقدم، دونك تنحاول نركز عليه. الصداعات وجاوب هذا والحياه الشخصيه ديالي، واش مجوز واش مجوش، واش بنات واش كذا، ما غتفيد حتى شي واحد في شي حاجه. ابناتي غادي نعيشهم واحد الستريس اللي هما مازالين صغار عليه. انا بغيتهم يعيشوا الطفوله ديالهم، بغيتهم يعيشوا لاج ديالهم، يعيشوا بطلاقه ما بعيد. وما عمرني غنديرو شي، انا خديت فادي والله لا درت لها الخاتم، ما كاينش تخرجني، انا ما تنتجش نهائيا. ما غاديش نقول زعما بانه انا ماشي ما نجوش بخير، ولكن حتى الا تجوز ما تنديرش الخاتم، لانه تيبرز ليا وتنسى بزاف اي لحظه نقدر بناتي. انا ما كرهتش نوريها لكم، ولكن ما بلاش لانه علاقتي ببناتي، انا بناتي مصاحب معاهم، بناتي هما الفضل وراس المال اللي خرجت به من هذه الدنيا، بناتي هما عينيا، بناتي هما الحب ديالي، بناتي هما 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 كلشي في حياتي. دابا ما تقدروش تصوروا زعما ديك الفرحه ديال قبل ما تنطلع للاسين. انا حيت واحد السيد حمق وعندي جوج بنيتات، فهمتيني، تيجيني بيزار فهمتيني. دوك قبل ما نطلع للاسين بناتي تيصيفطوا لي اوديو تيقول لي بابا الله يسهل عليك والله ييسر لك الامور، تيدعوا معايا. دوك هاد اللعيبات ما بغيتش نفتقدهم، داكشي علاش بخلي بناتي بعاد على الاضواء ويعيشوا حياتهم ترانكي.